بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المقطع سأتحدث عن بطاقة التقييم التي يتم استخدامها عند مشاهدة الدروس. يستخدمها طلاب كلية التربية عند مشاهدة الدروس، وأيضا طلاب دبلوم التأهيل التربوي. هذه البطاقة، أو عفوا قبل الحديث، هذا الشرح يفيد هؤلاء الطلاب الذين يستخدمون البطاقة، وأيضا يفيد المدرس لأنه بتعرفه على هذه البطاقة، بطاقة تقييم الدرس، يستطيع التعرف على الأمور التي يتم رصدها في درسه وبالتالي التركيز عليها ومراعاتها. نلاحظ بداية البطاقة تبدأ بالتعريف، تعريف اسم الطالب، المدرس الذي يقوم برصد الدرس، المشاهد يعني، وتخصصه، ثم اسم المدرس الذي يقوم بإعطاء الدرس، هنا المدرسة والصف والمادة والموضوع أي العنوان والتاريخ. ثم نأتي إلى بنود التقييم ونجد أنها معدة وفق طريقة سلم التقدير، فلدي مجموعة من البنود والكفايات، ولكل كفاية تقدير، هل تم تنفيذها أو لم يتم تنفيذها، أم كان تنفيذها قليل أم متوسط أم كبير أم كبير جدا. أول مجموعة هي خاصة بتحضير الدرس، لن أتحدث عنها في هذا المقطع لكي لا يطول، ولكن أود فقط الملاحظة عليها بأنها تتوزع على قسمين: اختيار وصياغة أهداف التعلم، واختياري وتصميمي استراتيجيتي أو خطتي. أنا أفضل حتى كلمة طريقة، اختياره وتصميمه خطة، طريقة للتدريس، فلا أحب كلمة استراتيجية. المهم، نلاحظ أنها موزعة بنود التحضير ضمن هذين القسمين. أعتقد من الأفضل أن يضاف لهذه البنود بند الارتباط بين التحضير وتنفيذ الدرس، هل كان معدوم بحيث كان التحضير بعيد جدا عن ما تم تنفيذه في الدرس، أم كان قليل أم كبير أم كبير أم متوسط أم كبير أم كبير جدا. لأنه في الواقع نجد فروقات أو انفصام حتى أحيانا بين التحضير و تنفيذ الدرس، فنجد التحضير لا يمت بصلة أبدا إلى ما تم تنفيذه في الدرس، للأسف نجد ذلك في الواقع. بالتالي أعتقد من الأفضل إضافة بند الارتباط بين التحضير وتنفيذ الدرس. طبعا هذا البند لا يمكن ملأه بعد مشاهدة التحضير، وإنما بعد مشاهدة التحضير والدرس. فإذا كنا لم نشاهد تحضير المعلم للدرس، لا أستطيع ملء أي بند من هذه البنود. ننتقل الآن إلى تنفيذ الدرس، مقسمة إلى مجموعات أيضا. أول مجموعة هي مجموعة تمهيد وتهيئة التلاميذ، يطرح أسئلة مراجعة الدرس السابق، أيضا نجد هل تم تنفيذ ذلك أم لم يتم تنفيذ ذلك، أم كان قليل أم متوسط أم كبير أم كبير جدا. وبالمناسبة، لا عفوا ليس هنا لاحقا، يستثير اهتمام التلاميذ للدرس الجديد، كيف كانت استفادة المعلم التلاميذ، وهنا يربط الدرس الجديد بالدرس السابق. بالنسبة لي أنا أحبذ أن هذا البند لا يتم ربطه فقط بالتمهيد، لأنه المعلم أحيانا لا يجد خلال تحفيز التلاميذ واستثارتهم ما يربط به الدرس الجديد بالسابق، وإنما يجد خلال تقديم معلومات الدرس ما يتم به ربط الدرس الجديد بالسابق. لذلك أفضل أخذه ليس فقط على مرحلة التمهيد فقط على مرحلة التمهيد، وإنما أخذه على أساس كامل الدرس، هل خلال الدرس كاملا كان المعلم في كل مناسبة وكل ما أمكن يربط ما يمكن ربطه من معلومات في الدرس الجديد بما سبق أخذه، ليس شرطا الدرس السابق مباشرة، قد يكون الدرس السابق لوحده أو الدرس السابق في مادة أخرى إذا كنا نشاهد درسا لمعلم صف. وكملاحظة في التمهيد، عندما يقوم المعلم بتمهيد للتلاميذ، لا يقدم مفاهيم علمية، مفاهيم الدرس خلال مرحلة التمهيد، لأني بذلك أكون دخلت لمرحلة بعد التمهيد وهي إجراءات الدرس. لذلك في التمهيد المعلم يجب ألا يذكر أي مفهوم من المفاهيم العلمية المرتبطة بالدرس الجديد. الآن ننتقل إلى انتقاء واختيار محتوى الدرس. يرتب هنا ليس فترات الدرس ترتيبا منطقيا،
هنا الأصح هي فقرات الدرس ترتيبا منطقيا، فنلاحظ إحنا نحن بدروس مقسمة إلى أفكار، فهل كانت فكان هذا الترتيب منطقي بترتيب أفكار الدرس؟ طبعا هنا ليس المقصود الخطوات التنفيذية للدرس، وإنما المحتوى العلمي للدرس. هل كان تقديم المحتوى العلمي للدرس مرتب ترتيبا منطقيا؟ ينتقل بالتلاميذ من تعلم محسوس إلى المجرد. كما نعرف أن طلاب التلاميذ خاصة في المرحلة الأولى يجب أن أنتقل بهم من المحسوس إلى المجرد. فمثلا إذا كنت أحدثهم عن الأعداد، أطرح لهم أمثلة محسوسة كالأقلام والممحاة أيا يكن، ثم أنتقل إلى الأعداد. كذلك مثلا إذا كنت أعلمهم قاعدة أو تدريب لغوي، أعطيهم أمثلة عن أشخاص يفعلون أشياء، ثم أنتقل لهم للأمثلة المجردة. وكلما أجاد المعلم ذلك يرتفع تقديره على هذا البند، الانتقال من المحسوس إلى المجرد، مع مراعاة خصوصية الدرس. يعني أحيانا يوجد دروس لا توفر كثيرا من خيارات الانتقال من المحسوس إلى المجرد، يجدر مراعاة ذلك مراعاة طبيعة الدرس الذي يتم مشاهدته. يربط فقرات الدرس ليظهر كوحدة واحدة، أي أنه عندما يقدم أفكار الدرس لا تظهر مفككة، وإنما تظهر مترابطة مع بعضها. فكل فكرة يقدمها المعلم يربطها بما قبلها، بحيث يشعر الطالب أن الدرس متسلسل وليس مفكك. طبعا أيضا الحديث عن المحتوى العلمي وليس عفوا وليس الإجراءات إجراءات الدرس. فإجراءات الدرس تتوزع بالعموم إلى 3 إجراءات: التمهيد، إجراءات الدرس أو العرض، وأخيرا التقييم أو التقويم. أما هنا الحديث عن فقرات الدرس ليظهر كوحدة واحدة، المحتوى العلمي. متمكن من المادة العلمية التي يقدمها لتلاميذه، هذه ترجع للأخطاء. فإذا كثرت أخطاء المعلم العلمية في الدرس، هذا يعني عدم تمكنه من المادة العلمية. أما إذا كان درسه ممتاز خالي من الأخطاء العلمية، فهذا يدل طبعا الأخطاء العلمية بالمادة العلمية التي يقدمها وليس ثقافته العامة، فهذا يدل على جودة تقديم هذا الأمر أو جودة درسه في هذا البند. من مراحل الدرس مع انتهاء الوقت المخصص، طبعا نعرف الدرس الجيد هو الدرس الذي لا يزيد به كثيرا من الوقت، وأيضا لا يعوزه الوقت، بحيث ينتهي الوقت وما زال يوجد معلومات لم يتم تنفيذها أو لم يتم تدريسها. استخدام الطرق والأساليب التدريسية المناسبة، نلاحظ أنها موزعة على بندين: طرائق التدريس المناسبة لتحقيق أهداف الدرس، وطرائق التدريس المناسبة لمستوى التلاميذ. طبعا أحيانا تكون طرائق كثيرة مناسبة للدرس، لكن بالنظر إلى مستوى التلاميذ نجدها غير مناسبة. فيجب أن يراعي المعلم الاثنتان أو الأمران، أن يكون مناسب للدرس ومناسب مستوى التلاميذ. فللأسف في الوقت الذي تكون طريقة الإلقاء طريقة سيئة جدا مع تلاميذ الحلقة الأولى، وخاصة الصف الأول والثاني، نجد أنها كثير يعتمد عليها، خاصة في تقديم مثلا درس مادة العلوم. فنجد المعلم يعتمد على إلقاء المعلومات على تلاميذ الصف الأول أو الثاني، وهذا خاطئ، لأن طريقة الإلقاء غير مناسبة تماما لتلاميذ الحلقة الأولى، ويجب أن يتجنبها قدر المستطاع. استخدام الوسائل التعليمية المناسبة، يستخدم الوسيلة التعليمية التي أو الوسائل التي تساعد في تحقيق أهداف الدرس، وأيضا يستخدم وسائل التعليم في الوقت المناسب. طبعا كل درس لديه ما يناسبه من الوسائل، وعندما يوجد المعلم انتقال الوسائل المناسبة يكون حقق البند هذا. البند الثاني، أن عندما يظهر المعلم الوسيلة في الوقت المناسب أيضا يكون حقق هذا البند. وأنا أقترح أن يضاف لهذه البطاقة بند مراعاة قواعد استخدام الوسيلة. فأحيانا يحقق المعلم البندين، يحقق البند الأول الوسائل المناسبة لتحقيق أهداف الدرس، والثاني لأنه يظهر الوسيلة في الوقت المناسب، لكن نجده لا يحقق مراعاة قواعد استخدام الوسيلة، نجده يفشل في ذلك. فأعتقد من الأفضل إضافة هذا البند بالنسبة للوسائل. ننتقل الآن
إلى هنا نجد الحديث عن السبورة. يستخدم السبورة استخداماً صحيحاً ويكتب بخط واضح ومنظم، فطبعاً نحتاج دائماً إلى السبورة لتثبيت رؤوس الأقلام، عفواً، الخاصة بالدرس أمام التلاميذ، وعندما يكون الخط واضح والسبورة مرتبة طبعاً هذا يحسب للمعلم. استخدام الأنشطة المرتبطة بالتعليم والتعلم، يراعي في الأنشطة يراعي الفروق الفردية بين التلاميذ، فنحن نعرف أن التلاميذ منهم من يجيب شفهيا على الأسئلة، منهم من يحب الإجابة الكتابية، منهم من يستطيع الاستذكار من خلال عرض صورة، منهم من يستطيع الاستذكار من خلال عرض العبارات والكلمات أمامه، منهم من يحب الحركة في الصف، مثلا إذا قلنا له قلد لنا حركة الأرنب يستمتع بذلك أكثر من أن يلقي المعلومات فقط ويقول الأرنب يقفز. فهكذا يجب أن تتنوع الأنشطة، فلا تكون مثلا كلها عبارة عن أمور شفهية يجيبها التلميذ، أو فقط كتابة بعض الحلول على السبورة، فيجب أن تكون متنوعة بحيث تراعي الفروق الفردية، وعندما يجتهد المعلم في ذلك يكون قد حقق هذا البند. وأيضا أذكر يراعى أيضا طبيعة الدرس، فأحيانا دروس لا تسمح بالتنويع بالأنشطة ونجدها تضيق المجال على المعلم في استخدام أنشطة متنوعة، أيضا يجب أن نراعي أيضا طبيعة الدرس وأذكر بذلك. ينفذ الأنشطة المرتبطة بموضوع أهداف الدرس، طبعا الدروس عادة تكون موزعة إلى أنشطة، فنلاحظ في الكتاب دائما مكتوب نشاط كذا نشاط كذا، فهذه الأنشطة المرتبطة في الدرس تكون نشاط يهدف إلى أمر معين طبعا، فهل نفذها كلها المعلم أم كان هناك تجاهل؟ يهتم بالنشاط اللاصق فيه الواجبات المنزلية، طبعا عرض الواجب المنزلي لماذا يمكن يعني ربما يستغرب البعض أنه مثلا يكفي أن نقول معدوم وموجود أو غير موجود، لكن الحقيقة يوجد تفاوت في تقديم النشاط الواجب المنزلي للتلاميذ، فنجد أن المعلمين ما يكتب فقط يكتفي على السبورة أن مثلا لديكم صفحة كذا واجب كذا، ومنهم من يقدم واجب منزلي باهتمام، فمثلا يشرح لهم ما يتوجب عليهم القيام به ويشير لهم إلى الصفحة والأسئلة، فهذا كله يحسب من اهتمام المعلم بالواجب المنزلي ويحسب له. استخدام طرح الأسئلة شجع التلاميذ على توجيه الأسئلة، فنجد أن للأسف من المعلمين لا يضع في باله ذلك، فلا يتيح مجال للسؤال، وإتاحة المجال للسؤال لا تكون فقط في نهاية الدرس ما لديه سؤال، وإنما بعد تقديم كل فكرة من أفكار الدرس يجب أن أتيح مجال وأنتظر لدقيقة مثلا من لديه سؤال، لا أقول من لديه سؤال وأكمل الدرس سريعا، وإنما أعطي فترة تفكير للتلاميذ. يطرح أسئلة من مستوى التفكير العليا تحليل تركيب تقويم، طبعا الأسئلة هذه ربما قد يعزف عنها البعض من المعلمين لأنه يقول سيكون صعبا على التلاميذ الإجابة عليها، ولكن حتى لو لم ترد للمعلم إجابة حول الأسئلة الصعبة من المستويات العليا يجب أن تذكر في الدرس، لأنها تحفز التلاميذ على التفكير، فحتى إن لم يصلوا إلى الإجابة فهي تحفزهم على التفكير أي العمل الذهني. ويفضل عندما نقدم سؤال تفكير مستوى عالي على التلاميذ أن نمنحه الوقت اللازم للتفكير، فلا نستعجله بالإجابة، فإن لم يعطينا الإجابة فورا نقوم بتقديمها، وإنما يجب أن نعطيه الوقت الكافي للتفكير. يشارك أكبر عدد من التلاميذ في الدرس، طبعا يجب أن لا أركز على عدد معين أو أشخاص معينين من التلاميذ، وأشارك وأحاول قدر المستطاع. تقديم التعزيز والتغذية الراجعة للتلاميذ، التعزيز اللفظي والتشجيع مهم للتلاميذ ويجب أن يكون المعلم يراعي هذا الأمر. التعزيز غير اللفظي بالإيماءات هذا أيضا يجب مراعاته، فهو يشير إلى تفاعل المعلم واستماعه للتلميذ، وهذا التفاعل يشجع أيضا التلميذ. يستخدم التغذية الراجعة لتثبيت الاستجابات الصحيحة والصحيح الخاطئة، عندما يذكر التلميذ كلام خاطئ أو عندما يجيب إجابة خاطئة لا يمر المعلم عليها، وإنما يجب أن يقف عندها حتى يصححها للتلميذ ويثبت لديه الإجابة الصحيحة. يستخدم اللغة العربية الفصحى، طبعا يجب
أنه راعي استخدام اللغة العربية الفصيحة. وكملاحظة، هذا البند فيه خطأ لغوي، فيجب ألا نقول بشكل صحيح، وإنما يقال يستخدم اللغة العربية الفصحى المبسطة استخداما صحيحا، استخداما صحيحا وليس بشكل صحيح. واعذروني إذا كنت أرتكب الأخطاء النحوية، ولكن أحاول تفاديها قدر الإمكان. ينوم في نبرات صوته وحركته داخل الصف، ولا يثبت المعلم فقط عند السبورة، من الضروري أن يتجول بين التلاميذ. طبعا لا يكون كثير الحركة بحيث لا يستطيع التلميذ لحاقه بعينيه، وإنما باعتدال، يعني بحيث لا يثبت عند السبورة ولا يكون سريع الحركة بحيث يتعب التلميذ في متابعته. يتميز المدرس بقوة الشخصية والاتزان الانفعالي. طبعا يجب أن لا يكون مدرس خجول، فيلتزم بالوقوف عند السبورة وعينيه في الأرض، خجل من أن يقترب من التلاميذ، لا يجب أن يكون ذلك. وأيضا أن يكون متزن انفعالي، يعني يعطي الانفعال المناسب لما يتم تنفيذه وفعله في الدرس، فلا يعطي انفعال خاطئ أو يعطي انفعال مبالغ به. طبعا مثلا ما يدعو إلى الضحك، مثلا نعطيه الانفعال المناسب بالضحك، ما يدعو إلى الغضب نعطيه الانفعال المناسب بالغضب، فلا يكون مثلا أمر بسيط وارتكب التلميذ مخالفة بسيطة ويبالغ المعلم بانفعاله والغضب على التلميذ. يجب أن يكون على قدر ما يحدث، هذا هو الاتزان الانفعالي، فلا يكون المعلم غير متفاعل مع إجراءات الدرس، ولا يكون مبالغا في انفعالاته أو يعطي انفعال مغلوط عما يحدث في الدرس، مثلا أمر يدعو إلى التنبيه للتلميذ، وهو يعني أمر ارتكب التلميذ مثلا خطأ في الحصة، وضحك المعلم بدلا من أن ينبه على الخطأ. يتمكن المدرس من ضبط الصف والالتزام بالنظام. طبعا يجب أن يكون الصف ليس فوضويا، ويعم فيه الهدوء والانتباه إلى المعلم لتحقيق أهداف الدرس. يستخدم التقويم البنائي. التقويم البنائي للأسف كثيرا ما يتم تجاهله، ربما لأن الطالب يتخرج من الجامعة وهو معتاد على أسلوب الإلقاء من المحاضر، لكن تجاهل التقويم البنائي لا ينفع وخاطئ في الحلقة الأولى خاصة. ونلاحظ أن المعلم يزيد معه وقتا عند تقديم دروس في الحلقة الأولى في كثير من الأوقات، لأنه يتجاهل التقويم البنائي، فيقوم بتقديم كل المحتوى ثم ينتقل للتقييم النهائي، وبذلك يكون تجاهل أمر مهم هو التقويم أو التقييم البنائي. فكل فكرة بعد أن أقدمها للتلاميذ أحاول تقييمها، وليس فقط هذا التقييم التردادي، مثلا أنا أقول التعريف المناخ كذا، من يعيد لي ذلك؟ لا، يجب أن نبتعد عن هذا التقييم التردادي، نبحث عن سؤال يدل على فهم التلاميذ لما قدمنا. يعني مثلا في الرياضيات عندما نقدم نظرية، التقييم الصحيح لها أن لا نقول للطالب أعيد لنا نص النظرية، وإنما أن يحل مسألة ينفذ فيها ما تعلمه في النظرية هكذا. يعني يجري التقييم النهائي في نهاية الدرس. أيضا يجب ألا أتجاهل التقييم النهائي في آخر الدرس للتأكد من تثبت ما قدمناه لدى التلاميذ. ينوع في أساليب التقويم. طبعا التنويع يكون شفهي وكتابي ومقالي وموضوعي. الأسئلة الموضوعية نعرفها، هي الأسئلة اللي تكون صح أو خطأ، أو اختار إجابة صحيحة أو إجابتها قصيرة. الأسئلة المقالية إجابتها طويلة. وأيضا لدينا الشفهي والكتابي. يجب أن أراعي وأذكر مرة ثانية طبيعة الدرس. فمثلا لو كنت أحضر درس للصف الأول، ليس من الممكن أن يكون فيه تقييم مقالي، يعني كتابة جملة هذا تقييم مقالي بالنسبة للتلميذ الصف الأول، يعني إذا كتب جملة صحيحة غيبا فهذا تقييم مقالي. هذا أمر. وأحيانا دروس يمكن التنويع فيها بالتقييم فقط شفهي وكتابي، لا يمكن مراعاة المقالية والموضوعية. فيجب مراعاة طبيعة الدرس، هل هو يسمح بتنويع شفهي وكتابي ومقالي وموضوعي
والمعلم لم يراعي ذلك، أم أنه بالأساس لا يسمح بهذا التنويع؟ وهذه نهاية المقطع، أرجو أن أكون قد أفدتكم، ودمتم بخير، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.